السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحلى متابعين، كنتمنى الفيديو يلقاكم صحة جيدة إن شاء الله وبخير وعلى خير. اليوم وصفة جديدة، واحد الكيك بواحد لاصوص الشوكولا زوين بزاف، كيك مويلو بالتمر، كيجي رائع، كيجي صحي للوليدات فهاد الموسم ديال الدراسة، زوين بزاف، خفيف وبواحد لاصوص الشوكولا معلكة حتى هي. كنتمنى أنكم تجربوه، يستحق التجربة. ومن طبيعة الحال اللي أول مرة يشوف القناة ديالي ما تنسوش تضغطوا على زر اشتراك، ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله تحط في القناة. وبالنسبة للمقادير نبدأ على بركة الله. غادي نحتاج جوج بيضات البنات، غادي ناخدو إناء غندير فيهم جوج بيضات، غادي ندير نص كاس ديال العلبة ديال السكر سنيدة، غادي ندير نصف كاس ديال الزيت النباتية، وغادي ندير كاس ديال الحليب ديال العنبة. بطبيعة الحال كنعبرو كل شيء العبار بالكاس ديال العنبة، وغندير قرصه ديال الملحه، وغادي نطرب مزيان 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 غير بالطراب اليدوي حتى كيولي ليا الخليط ابيض. ومن بعد ان شاء الله غادي نكملوا بقيه المكونات. هنا كندوزو كناخذ واحد الكميه ديال التمر، كيكون نوعيه جيده، كيكون رطب، كنحيدو ليه العلف ديالو من بعد ما مسحناه في واحد السويف، وكنقطعوه على شكل مربعات صغيره، وكنضيفوه للخليط ديالنا وكنزيدو كنخلطو ان شاء الله. بعد ما كنخلط الخليط ديالي من بعد ما زدت التمر، دابا كنزيد الدقيق، وغنزيد واحد الكيس ديال الكاكاو. انا هنا زدت كيس تاع الكاكاو، ولكن جاني اللون ديالو مازال ما وصلش للون اللي بغيت، زدت ملعقه صغيره من الكاكاو مر، نوعيه تكون جيده ديال العبار، يكون اللون ديالو اسود الكاكاو المر. وكنزيد الدقيق شويه بشويه، ما كتهزش الدقيق بزاف. ومن بعد كنزيد جوج اكياس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، وكنخلط مزيان الخليط ديالي. كما كتشوفوا معايا كنخلط الخليط ديالي مزيان، ومن بعد كندوز كناخذ المول ديال الزاج فاش غادي ندير هذا الكيك ديالي. نتوما لكم الاختيار، انا اختاريت مول ديال الزاج باش به غادي تحط، كندهنو بشويه ديال الزيت او الزبده اللي متوفر عندكم، وكنزيدو عليه الكاكاو. يعني كناخذ واحد الكاكاو كنغربلوه هكذا فوق المول كما غتشوفوا معايا، وغنخوي الخليط ديالي، ومن بعد غادي ندخلو الفران سخنتو من قبل، وغادي نطيب الكيك ديالي على عافيه مهيله. كما كتشوفوا الطريفات ديال التمر كيفاش كيجيو في الكيك، غادي يجيو زوينين زوينين بزاف، بطبيعه الحال صحيين للوليدات. هنا خديت واحد الكميه كما قلت لكم ديال الزيت، دهنت بها المول ديالي، وغادي ندير عليها الكاكاو. بما اننا الكيك ديالنا بالكاكاو، غادي ندير الكاكاو وغادي ندخلو الفران على عافيه مهيله تطيب على خاطرو.
بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفران قصته بالموس، لقيت الموس ناشف بمعنى الكيك راه طاب. ما حدو الكيك سخون، راه سخون بزاف. خديت كاس تاع العنبه ديال الحليب بارد وسقيت به هاد الكيك ديالي كامل دغيا كيشربو. كناخذ واحد الكميه ديال الشوكولا كندوبها وغنزيد عليها واحد اليوغورت فاني وغنخلطهم مزيان مزيان. هذه هي لاصوص الشوكولا اللي غادي نديرو للكيك ديالنا ديال التمر، وغادي نخويها عليها وغندخلها للثلاجه واحد جوج سوايع حتى ثلاثه سوايع حتى تبرد مزيان مزيان. راه هكا تجي البنات خطيره خطيره، ولكن خصها تكون بارده. المول ديال الكيك ديالي من بعد ما خرجته ثلاثه السوايع خليته في الثلاجه برد، قطعته بالموس كما كتشوفوا معايا كيتقطع بسهوله. كما كتشوفوا معايا راه لاصوص بردات بردات وجمدات، صراحه كتجي معلكه وزوينه. عندي هنايا واحد الكميه ديال اللوز اونكاسي هكا محمر عندي هنا واحد شويه ديال اللوز اونكاسي كما قلت لكم البنات، ممكن انكم ديروا كاوكا اونكاسي حتى هو كيجي زوين وكيعطي حتى هو البنه. كندير هكا كنزين بواحد شويه ديال اللوز اللي متواجد عندكم في المنزل، كنزين فوق منه بواحد شويه طريف ديال التمر وكنقدموه على هذا الشكل. وبصحتكم وراحتكم، كنتمنى ان تنال اعجابكم وجربوها، راها خطيره صراحه كتجي رائعه. لاول مره يشوف القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد تحط في القناه. ما تنساونيش بالبارطاج مع الاصدقاء والاحباب، والى الملتقى مع فيديوهات قادمه ان شاء الله. تحياتي.